هل فكرت يوما في الاستعانة بالمعلومات الغذائية الموجودة خلف كل منتج غذائي في تحديد ما يجب أن تأكله؟ هذه المعلومات الغذائية مهمة جدا لتحديد خياراتنا فيما يجب أن نشتريه دون غيره. لمعرفة أهمية المعلومات الغذائية الموجودة خلف كل منتج غذائي، سنذهب إلى أخصائية التغذية ونتحدث معها عن أهمية هذه المعلومات وكيف تساعدنا في خياراتنا الصحية اليومية. في البداية راح نتحدث عن أهمية قراءة المعلومات الغذائية الموجودة خلف المنتجات الغذائية المختلفة. هلا أكيد كتير مهم إنه نقرا نحن المرسخ الغذائي، لأنه بيعطينا معلومات كتير مهمة عن نسبة الدهون، عن نسبة الكوليسترول، الصوديوم، وهالمعلومات بهم كل المريض، خاصة المريض اللي عنده مثلا نسبة مثلا ضغط، عنده ارتفاع بالضغط أو عنده مشاكل قلب، أو الناس مثلا عندهم سكر لازم ينتبهوا على طول لنسبة السكريات، فكتير ضروري إنه نقرا هالمعلومات كمان نختار الخيارات الصحية. كيف نقرأ ونفهم الملصق المدون عليه المعلومات الغذائية والموجود خلف كل المنتجات الغذائية؟ هلا أول شيء أكيد نحن لازم نعرف أن الملصق الغذائي هو كتير مهم قراءته، واليوم حبسته قد ما فيني وحنقسمه لأربع أجزاء. أوكي، أول جزء مثل ما شايفين ببين عنا السيرفينج سايز، يعني السيرفينج سايز يعني هي الحصة الغذائية الواحدة. عادة بكل ملصق غذائي بيكون مكتوب عنا الوحدات الحرارية للحصة الواحدة. مثلا هون مبين عنا أنه عنا 280 وحدة حرارية كالوريز بيقدي بكوب، كوب من المنتج اللي عم نحكي عنه. بس هذا المنتج هل هو عبارة عن كوب أو أكثر؟ مكتوب عنا serving per container، يعني المنتج كله هو عبارة عن 2 كوب. فإذا نحن أخذنا المنتج كله بيكون أخذنا دبل الوحدات الحرارية، أما إذا أخذنا كوب واحد بيكون أخذنا بس 280 كالوري. فهذه هون كتير بحب يعني ضوي علي، لأنه الناس إجمالا بتقرأ كالوريز 280 بتفكر المنتج كله في 280 كالوري. أبدا، 280 كالوري بالحصة الغذائية واحدة اللي هي كوب واحد. أوكي، مثلا خليني بسطها أكتر. إذا نحن اشترينا علبة بسكويت مكتوب عنا 100 كالوري، بتعطي 100 بس 100 كالوري بالقدية بالعلبة البسكويت كلها أو بحبتين البسكويت. هذه القصدي فيها هي serving size، بيكونوا كتبلنا 100 كالوري ب 100 جرام. أوكي، بس العلبة كلها هي 200 جرام، معناته إذا نحن أكلنا العلبة كلها بيكون أخذنا 200 وحدة حرارية 200 كالوري. فكتير مهم نحن نعرف شو هو السيرفينج سايز. البوينت الثاني اللي بحب أحكي عنها يلي هي كتير مهم هي الدهون، خاصة لكل شخص بيعاني من الكوليسترول التريجليسيريد. قراءة الملصق الغذائي هاي يعطيه الأوبشن أنه يختار خيارات أفضل. هلا هون اذا الملصق الغذائي مكتوب انه نسبة الدهون اللي عنا اياها هن 13 جرام، بتساليني طب هل هو 13 جرام كتير قليل؟ ما بنعرف. كمان يسهلوا علينا صار في عنا شيء اسمه الديلي فاليوز، بالنسب المئوية، تنعملها جنرال رول او نبسطها على الناس. كل شيء نحن ما منيه يكون عالي مثل الكوليسترول، الصوديوم، هالامور لازم تكون على طول تحت ال 20%. مثلا هون نحن شايفين انه نسبه الدهون هي 20%، هذا بيعني انه لا، منتج ما كتير صحي، نسبه الدهون كتير عاليه. نحن بنفضل على طول يكون تحت ال 10% وحتى تحت ال 5%، فبالتالي هذا خيار منه صحي. وبالنسبة للدهون هني مقسمينه، في عنا دهون مشبعة ودهون متحولة، لازم نلاقي أقل نمبر فيها، يعني نلاقي تحت 5% بيكون very good. النقطة الثانية اللي بحب كمان نوجه عليها هي الكوليسترول، إجمالا لازم ننتبه عليها، لازم يكون معنا من 0 لـ 2 ملي جرام كوليسترول. أي شيء فوق هيك بيكون يعني المنتج ما كتير صحي. أما بالنسبة للصوديوم، هذا المنتج اللي قدامنا عليه 660 ميلي جرام، يعني نسبة ملح كتير كبيرة. نحن على طول لازم نختار المنتج اللي فيه تحت أقل من 140 ميلي جرام كملح، خاصة لمريض اللي عنده ضغط، لمريض اللي عنده مشاكل بالشرايين، مريض اللي عنده ضغط عالي، لازم كتير ننتبه لنسبة السكر، سوري الملح، تكون دايما تحت 140 ميلي جرام. آخر نقطة رح أحكي عنها إنه هي الفيتامينات. بيكون عنا موجود اخر خانه من المرتك الغذائي هي الفيتامينات، بيكون فيتامين اي، الكالسيوم، هول اجمالا بنبرم عليهم يكون نسبته اعلى من 5%، سيعطونا الفوائد الغذائيه. معناتها الفيتامين اي عنا هون بس 4%، معناتها هالمنتج ما بيعطينا الكميه الكافيه من الفيتامين اي. يعني منا تنسهلها، كل شيء نحن منا اياه مفيد مثل الفيتامينات بنبرم عليه بالمنتج الغذائي يكون فوق 5%،
اما كل شيء مثل الكوليسترول مثل الفات نبرم عليه يكون تحت 20% ومستحسن تحت 10%. ما هي العوامل التي تؤثر في حساب السعرات الحرارية وكيف تساعدنا هذه المنتجات الموجودة فيها المعلومات الغذائية لحساب السعرات الحرارية لأي شخص؟ يعني هل هو ذكر أو أنثى؟ تفرق لأنه إجمالاً الذكر بيحتاج لوحدات حرارية أكثر لأنه عنده كتلة عضلية أكثر، أوكي؟ فنحن كل مثلاً ما يزيد الكتلة العضلية معناتها نحن بحاجة لوحدات حرارية أكثر، كمان لازم نعرف عملية الحرق، هذا الشخص هل عملية الميتابوليزم عنده منيحة أو لا؟ هذا كله ببين معنا من الطول، من العمر، من النشاط البدني، هل هو بيعمل رياضة أو لا؟ لأنه أكيد شخص عم بيعمل نشاط رياضي بيحرق وحدات حرارية أكثر من شخص ما بيعمل أي تمارين رياضية، فهول كلهم بيدخلوا بعين الاعتبار نحن لما يجي لعنا المريض. كلهم هود الميديكال هيستوري، هول المعلومات اللي لازم ناخذهم قبل ما نقرر قديش هذا الشخص بحاجه لوحدات حراريه. بس انه مع الملصق الغذائي هن بيعطوا ان جنرال مثلا ل 2000 وحده حراريه او 2500 وحده حراريه ان جنرال، كمان يقدروا هن يعطونا هول المعلومات الغذائيه. بس يعني كتير مهم نتعلم طريقه القراءه، لانه قبل كانت الناس بس تطلع على المكونات، يعني مثلا هذا المنتج شو فيه، في قمح، في سكر، في هالامور. وهم بحب كمان اقول كتير ملاحظه حلوه، انه حتى من المنتج نحن فينا ناخد فكره عن هذا البرودكت. يعني مثلا اذا مكتوب عنا بالمنتج انه عنا سكر، قمح الى اخره، المنتج المكتوب اللي بيكون موجود اكثر شيء بالبرودكت بيكون مكتوب بالاعلى. يعني مثلا اذا انت اشتريتي برودكت وعم تقري بالمكونات سكر اول شيء، معناتها هيدا البرودكت هو كتير غني بالسكر لانه ذكر اسمه اول شيء، فحتى بالمكونات بيكون مذكور بالتراتبي. يعني السكر اول شيء معناتها عندنا هيدا المنتج في كميه كتير عاليه.